محمد صلاح يصرح: الأهلي لديه نظام واستقرار أكثر من الزمالك، ولدي رسالة من أجل التحكيم. كوبري إدويش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية. وضح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الفارق بين الأهلي والزمالك في وجهة نظره. وقال صلاح في مقابلة مع قناة NBC مصر: الأهلي لديه استقرار أكثر من الزمالك، لهذا هو دائما متفوق، وهناك نظام معين يتم فرضه على اللاعبين داخل الأهلي، ولو أخطأت ستكون خارج النادي. هذه وجهة نظري. وتابع: لا أتابع الكرة في مصر كثيرا، ولا أعلم الزمالك فريق ثابت أو لا. كنت أعرف باسم مرسي وأعتقد أن جيله تغير، لكن في الأهلي لاعب يخرج وآخر يدخل، الأمور محسوبة. وعند سؤاله عن التحكيم المصري قال صلاح: لا أريد ظلم الحكام، لكن أشعر أن هناك ضغط كبير على الحكام من الأهلي والزمالك. أفضل أن الحكم يأخذ قراره، وأتمنى لجنة الحكام واتحاد الكرة يساعدوهم. الآن هناك تقنية حكم الفار، ولا يوجد حكم يسعى لفوز الأهلي والزمالك. وأضاف صلاح: في فار هنا في إنجلترا، ويوجد أخطاء، لكن الجميع يساعد الحكام، لذلك يجب يتم محاكمة الحكم المصري، ولا أحد يتعلم دون أن يخطئ، وعدم استقطاب الحكام أجانب، ولا يجب أن يتم معاقبة حكم بشكل علني بسبب الأهلي والزمالك. واختتم حديثه: لا يوجد حكم يريد أن يظهر بشكل سيء من أجل الأهلي والزمالك، ولم أرى في إنجلترا حكام تم استبعادها ومباريات نادي معين مدى الحياة بسبب الأخطاء. في النهاية، لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك للقناة، ورأيك في تعليق، نستمر في تقديم المزيد إن شاء الله.